وفي السياق وبعد اجتماع وزير التربية الوطنية مع نقابات التربية الذي طرحت فيه التفاصيل الكاملة الخاصة بكيفية إنهاء السنة وكيفية الانتقال إلى الأطوار الأخرى بعد فصل رئيس الجمهورية أمس في مجلس الوزراء في الملف، فقد جاءت أهم القرارات التي خرج بها اجتماع النقابات بوزير التربية وهي كالآتي: المصادقة على مجمل القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء. التلاميذ سيمتحنون فيما درسوا في الأقسام فقط وليس ما يبث في القنوات والمواقع الخاصة بالدراسة. معدلات الانتقال ستكون 4.5 فيما يخص الطور الابتدائي و 9 فيما يخص الطور المتوسط والثانوي. كما طالبت النقابات إلغاء شهادة التعليم المتوسط، اقتراح عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة قبل اجتياز الامتحانات على الأقل أسبوع أو أسبوعين لتحضيرهم نفسيا، ويمتحن التلاميذ فيما درسوا فقط، أي الفصلين الأول والثاني فقط. بالعودة إلى مخرجات مجلس أو اجتماع مجلس الوزراء وبما تعلق بملف التعليم العالي، يشرفني أن أستضيف عبر الهاتف كل من الأستاذ بداري كمال رئيس جامعة محمد بوضياف بالمسيلة وكذلك رئيس لجنة الأساتذة. أهلا بك سيدي. مرحبا سيدتي الكريمة. شكرا جزيلا لك. إذا سيدي أنت الآن كنت قد تابعت مخرجات اجتماع مجلس الوزراء أمس والمتعلق بتحديد دخول الجامعة المقبل ل 2020-2021 إلى غاية نوفمبر، أما بخصوص يعني الموسم الدراسي المتعلق بالسنة الدراسية 2019-2020 فقد تم تحديده في سبتمبر. طبعا انهاء السنه الجامعيه 2019-2020 سينجز او ستنجز خلال شهر سبتمبر اكتوبر، وهذا يعتبر من بين الاقتراحات التي قدمتها جامعه المسيله للوزاره الوصيه من اجل انهاء السنه الجامعيه الحاليه 2019-20 وكذلك الشروع في السنة الجامعية القادمة 2020-2021. نعم. في هذا نعم لك أن تكمل سيدي. في هذا الموضوع من بين الاقتراحات التي قدمناها وهي إعطاء الحرية لكل مؤسسة لكل مؤسسة جامعية لبرمجة ما تبقى لها طبقا للحالة، حالة التدريس الحضوري وكذلك حالة التدريس عن بعد الذي طبقته جل الجامعات والمؤسسات الجامعية خلال فترة الحجر الصحي. وإذا أخذنا نتائج الحالة التي يوجد بها التدريس الحضوري وعن بعد بالنسبة لمختلف المؤسسات الجامعية، نستطيع أن نقول أن السنة الجامعية 2019-2020 كانت سنة هادئة، وبالتالي معظم المؤسسات الجامعية قد أنجزت على الأقل بين 4 و6 أسابيع تدريس حضوري، وبالتالي كل ما تبقى هو بين 4 إلى 7 أسابيع من التدريس الحضوري يمكن إتمامها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. وبما أن شهادة البكالوريا قد أجلت إلى شهر سبتمبر، هذا يعني أن دخول الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا 2020 نعم. وكذلك الطالب القدامى قد يكون أجاله في خلال شهر نوفمبر، أي ابتداء من النصفية الثانية لشهر نوفمبر، وهذا شيء منطقي يمكن تحقيقه بكل سلاسة.
جميل جدا. السيد أقاسين، فقط لنضع نقطة مهمة جدا بالنسبة لطلبة الماستر وكذلك بالنسبة لطلبة الدكتوراه والمعنيين يعني بمذكرات التخرج، كيف سيتم تنظيم هؤلاء؟ لو أخذنا قد أعطينا أو قد حضرنا كل الوسائل من أجل تسهيل هذه العملية. إدارة هنا هي إدارة خدماتية، خدمة تسهل للجان المداولات، لأن المداولات أو التقييم في هذا الموضوع من صلاحيات الأساتذة ولجانهم البيداغوجية التقييمية. إذن بالنسبة لمناقشة مذكرات التخرج هي مبرمجة خلال شهر جوان وخلال شهر سبتمبر باتخاذ طبعا كل الإجراءات الوقائية من أجل ذلك، وباستعمال تكنولوجيات الاتصال وتكنولوجيات الاتصال الحديثة من أجل تسهيل عملية المناقشة وتقييم ما يقدمه كل مرشح للتخرج سواء كان في الماستر أو في شهادة الدكتوراه. بحسبك سيدي، على ما يبدو أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على وزارة التعليم العالي، يعني ستسابق الزمن لتنظيم كل هذه الأمور. قضية كورونا أو فيروس كورونا هي قضية لم يكن المجتمع الجزائري والمجتمع الدولي في انتظارها، ومثل ما قلت هي يمكن أن نقارنها بنظرية البجعة السوداء. هذه الحادثة الاحتمالية التي تقع باحتمالات ضعيفة جدا لم نكن في انتظارها، وبالتالي يجب أن تتخذ كل الإجراءات لمواجهتها، وهذا ما نسعى كلنا جميعا من أجل ذلك. إذن البرمجة البيداغوجية هي برمجة يمكن تحقيقها بكل سلاسة وسهولة، وسنعطي أعتقد أن يجب إعطاء الأولوية في هذه الظروف للخروج الناجح والسلس من الحجر الصحي، هذه الأولوية، وبالتالي اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وكل الإجراءات الاحترازية من أجل تحقيق ما يجب تحقيقه في هذه الظروف مثل إنجاز المناقشات والمداولات لمناقشات التخرج يعتبر شيء ستقوم به الأسرة الجامعية بتعاون كل فواعلها من أساتذة ومسيرين وكذلك الطلبة. لك سيد كمال أقاسين نائب رئيس جامعة الجزائر واحد على كل هذه التوضيحات. نبقى دائما مع ملف التعليم العالي ومخرجات مجلس الوزراء أمس بما تعلق بهذا الملف، ويحضر معي عبر خدمة سكايب السيد فاتح سربيلي رئيس المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة. أهلا بك سيدي. أهلا بك أختي. شكرا جزيلا لك. أنت يعني كرئيس منظمة، هل ترى أن الإجراءات أو القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء تتماشى ويعني ومتطلبات الطلبة بخصوص تأجيل الموسم الدراسي الثاني إلى غاية سبتمبر، وسيكون الدخول الجامعي لسنة 2020-2021 في نوفمبر؟ السلام عليكم تعيل أختي مجددة، تحية لجميع المشاهدين. في البداية نشكر السلطة القائمة على يعني تفضيل صحة الطلبة على
على الدراسة هذه من جهة يعني مقترحات اللي كانت نحن نثمنها في المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة، خاصة أن السلطة استجابت لعدة مقترحات قدمنا بها نحن المنظمة، كانت على رأسها تأجيل الدخول الجامعي وتمديد الموسم الجامعي الحالي، كذلك بالنسبة لمناقشة المذكرات كما اقترحنا أنه طلبة الذين دائما نقول الذين أنهوا مذكراتهم طبعا راح تكون بالتنسيق مع الأساتذة المشرفين طبعا مع المؤسسة الجامعية دائما، هذه تكون المذكرة المناقشة تاعها راح تكون في شهر جوان انطلاقة كما أقرت السلطة أنه الدخول الجامعي سيكون نوفمبر الجاري، هذا نثمنه في المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة. ما بقي الآن على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تكون جادة في تنظيم المناقشات يعني من خلال التعقيم، من خلال يعني الاستقبال الجيد للطلبة. فيه نقطة أيضا جد مهمة بالنسبة للطلبة ذوي التخصصات العلمية اللي يعني لازم يكون يعني ستاج براتيك، يعني هنا نظن لازم نراعي لهذه النقطة لأنه يعني جد مهمة، هذه لما تتاح الفرصة للمؤسسات الجامعية نظن سيقوم بها أحسن. فيما يخص أيضا نقطة أخرى جد مهمة، الموسم الجامعي 2019 2020 لم يعني والسداسي ثاني أخص بالذكر ما زال لم تتضح أموره بعد، وهذه النقطة هي محل قلق كثير بآخر من المعطيات يعني المتوفرة لنا سيد فاتح، هو تم تحديد الموسم استكمال واستئناف الموسم الدراسي الثاني سيكون في شهر سبتمبر نعم حسب بحسب آخر المعطيات المتوفرة لنا، سيكون استئناف هذا الموسم الدراسي المتعلق بالسنة الدراسية 2019-2020 سيكون في سبتمبر بحول الله. المقترح اللي لدينا به مرارا وتكرارا، وقلنا انه لابد على الوزاره ان تستجيب لجموع طلبه من خلال استكمال السداسي الثاني طبعا في سبتمبر، هذه المعلومه اللي وردت الان. نعم استقبالهم سيكون كما اقترحنا يعني تعقيم المؤسسات الجامعيه، توفير الكمامات، هذا يعني للاسف سواء قرار او اقتراح يبقى دائما مرتبط بزوال الوباء او عدمه. وبخصوص يعني هذا بالنسبة يعني للموسمين الدراسيين الاستئناف، وكذلك بالنسبة للسنة الدراسية الجديدة، أما بما يتعلق يعني بمذكرات التخرج. نعم مذكرة التخرج كما قلت يعني كما أقرت كما اقترحنا وكما أقرت السلطة القائمة على أنه تكون شهر جوان وشهر سبتمبر. الآن كما قلت الآن أمور صعبة الآن أمام الوزارة، يعني يجب أن تقوم يعني على أكمل وجه على يعني كما اقترحنا أنه تكون استقبال جيد طلب، خاصة طلب المشكل الآن طلب اللي راهم بعاد على يعني على سبيل المثال يسكن في قسنطينة ويدرس في جامعة الجزائر لأنه النقل ما كانش، هذه النقطة يعني يجب على المؤسسات الجامعية أن تأخذها بعين الاعتبار. هذا أيضا طلب يعني حتى وإن تم يعني انتهاء من مذكرة التخرج يجب أيضا تأجيلهم لشهر سبتمبر المقبل. كما قلت النقطة اللي جد مهمة أيضا الوزارة أن تفصل فيها هي قضية المذكرات وأصحاب المذكرات طلبة يعني ذوي التخصصات العلمية، هذه النقطة لازم تفصل فيها وتوضحها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سيد فاتح سربيلي رئيس المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة كنت معنا عبر خدمة أسكايب، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر كذلك سيد بداري الأستاذ بداري كمال رئيس جامعة محمد بوضياف من المسيلة كان معنا عبر خدمة الهاتف.